الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं हूँ अब्दुल वफार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोर दिए चैनल में आप नए हैं, आपको गुजारिश की जाती है मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिए दिखाते आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता है। तो आज हम जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं कुरान पाक की तलावत पे, जो कारी साहब हैं वो नमाज पढ़ाते पढ़ाते उसमें इमोशनल हो गए हैं, वो चलते हैं ये वीडियो कुरान पाक की तलावत की सुनते हैं, चलते हैं ये वीडियो। الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. شکر اللہ عظیم. تو ناظرین آپ نے قرآن پاک کی یہ تلاوت سنی, بہت ہی روح پرور منظر تھے, ایموشنل یعنی تلاوت تھی. تلاوت کرتے کرتے نماز پڑھاتے پڑھاتے پیٹھ میں ایموشنل بھی ہو گئے تھے قاری صاحب. تو ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, ساتھ میں لگا ہوئے بٹن میں بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے, ٹائم پہ ملتا رہے. باقی آپ نیچے جاتے جاتے کمنٹ سیکشن میں اچھا سا کمنٹس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.